The universal set. يعني ايه universal set؟ هنيجي نقول لو عندي مثلا اكس ده الست بتاع الفوتبول تيم اللي موجود في الفصل بتاعك، وواي هو الست بتاع الباسكت بول تيم اللي موجود في الفصل بتاعك برضو. طيب انا عايزة اخد اكس واحطه على واي واعمل ست كبير جدا. طيب الست الكبير قوي اللي هيلم لي كل الست الصغيرة دي هسميه يو. يبقى عندي اليو ده اللي هو اليونيفرسال ست اللي لمم لي كل الستس اللي موجودة اذا كان اكس او واي. طيب اليونيفرسال ست ده اللي هو اليو هو المذر ست which includes all given subsets. اليونيفرسال ست ده هو الست او المجموعة الكبيرة خالص اللي فيها كل الستس الصغننة. طيب انا بعبر عن اليونيفرسال ست ده ازاي؟ طيب انا بعبر عن اليونيفرسال سيت في الفين دايجرام ازاي؟ بعبر بيه عن مستطيل كبير وجواه دوائر او closed curves جوه المستطيل ده. طيب لو عندي دلوقتي اكس جواها ايجيبت وليبيا وسودان، وواي جواها سودان والصومال، طيب اليو بتاعتي هتبقى ايه؟ ايه المذر سيت اللي انا ممكن احطها لكل السب سيتس دي؟ هسمي اليو بتاعتي الارب كانتريز. ليه؟ لان فيها ايجيبت وليبيا والسودان، فدي ارب كانتريز. عايزاكم تحلوا الامثله دي وتشوفوا انتوا فهمتوا الدرس كويس ولا لا. نفهم نتعلم ببساطه.